السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. يواصل منتخبنا العسكري لكرة القدم تدريباته الصباحية والمسائية في معسكره التدريبي في عاصمة أذربيجان باكو، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة العالم العسكرية الأولى والتي تستضيفها أذربيجان خلال الفترة من الأول إلى 16 من يويو القادم بمشاركة 16 منتخبا من مختلف دول العالم. تم التوزيع على 4 مجموعات، حيث يتواجد منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب الجزائر وفرنسا وكينيا. تأهل حامل اللقب فريق المحرق إلى المباراة النهائية لدوري زين البحرين لكرة السلة إثر فوزه على فريق المنامة ب70 نقطة مقابل 60، ليحافظ المحرق بذلك على أماله في الاحتفاظ بلقب الموسم الماضي، حيث من المقرر أن تقام أولى المباريات النهائية يوم الجمعة القادم. بينما تغلب فريق الأهلي على نظيره الحالة ب95 نقطة مقابل 72، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على صالة اتحاد كرة السلة في أم الحصن ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمنافسات المربع الذهبي لدوري زين البحرين لكرة السلة. تأهل فريق داركلاب إلى نهائي مسابقة كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد للكرة الطائرة، وذلك بعد تغلبه على الأهلي في الدور نصف النهائي ب3 أشواط مقابل شوط واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على صالة اتحاد كرة الطائرة في الرفاع. هذا وسيواجه فريق دار كليب في المباراة النهائية الفائزة من المباراة الجارية في هذه الأثناء، والتي تجمع بين فريق المحرق بطل كأس باتيلكو وفريق النصر بطل الدوري في النسخة الأخيرة. عبد الله النجدي، وطبعا لا شك بأنه سيكون داعم قوي لفريق نادي المحرق. أعلن البطل البحريني العالمي سامي الحداد مشاركته رسميا في بطولة ماستر أولمبيا لبناء الأجسام والمقررة إقامتها في ولاية لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر سبتمبر المقبل، ويأتي هذا القرار على خلفية الإنجاز الكبير والذي حققه مؤخرا بإحراز المركز الثاني في بطولة نيويورك للمحترفين، وبالتالي سيكون أول بطل بحريني في كمال الأجسام يشارك في هذه البطولة التي تعد أكبر البطولات العالمية في كمال الأجسام للمحترفين.